السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. الرئيس الموريتاني يجدد إعلانه احترام الدستور ورفضه تعديل مواد المأموريات ويدعو لوقف المبادرات المطالبة بمراجعته. ملتقى في العاصمة نواكشوط لعرض نتائج المنتدى الثاني للصحفية الإفريقية المنظم شهر أكتوبر الماضي بالمملكة المغربية. محكمة الجنايات الدولية بلاهاي تبرر الرئيس السابق لساحل العاج لورانغ بابو وتدعو بالإخراج الفوري عنه. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. جدد الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز إعلانه احترام الدستور وعدم قبوله أي تعديل لمواد المأموريات، ودعا الرئيس في بيان صادر عن الرئاسة إلى وقف المبادرات المطالبة بمراجعة الدستور. يأتي ذلك أياما بعد توقيع عشرات النواب من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على مقترح يقضي بتعديل مواد الدستور المتعلقة بمأموريات الرئيس. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. بعد أيام من الجدل وتصويب الأنظار نحو الجمعية الوطنية لمعرفة ما سيؤول إليه حراك عشرات النواب من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المطالب بتقديم مقترح يقضي بتعديل مواد مأموريات الرئيس في الدستور الموريتاني، صدر بيان عن الرئاسة الموريتانية يؤكد احترام الرئيس للدستور ويدعو لوقف المبادرات المطالبة بمراجعته، وهو البيان الذي رحب به نواب موالون للنظام واعتبروه تأكيدا على تشبث الرئيس بالمصلحة العليا للبلد. نريد أن أؤكد أن الأغلبية الرئاسية كانت وما زالت متماسكة خلف رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز ومتمسكة بنهجه الذي رسم لهذه البلاد ونظامه، وتثمن عاليا هذا البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية اليوم، والذي يؤكد حرص رئيس الجمهورية الذي عبر عنه دائما ورؤيته الثاقبة للمصلحة العليا للبلد. أما نواب المعارضة الذين أعلنوا رفضهم المساس بأي تعديل دستوري بين يدي استعداد البلاد لإجراء انتخابات رئاسية، فقد أكدوا أن الرئيس ملزم باحترام الدستور الذي يمنحه مأموريتين رئاسيتين فقط. نعتبره أن الرئيس ملزم فعلاً وفعلاً، أولاً احترام الدستور، ثانياً هو المسؤول عنه، وأنه فعلاً اللي عدل هو اللي يالله هو مسؤوليته، وأنه التزم بالدستور، الدستور لازمه على أنه مأموريتين فقط، بالتالي الدستور ملزمنا كاملين، سواء كنا في الموالاة سواء كنا في المعارضة. وبذلك ينتهي الجدل الذي كان دائرا في أروقة البرلمان بشأن تعديل الدستور، والذي انقسم تجاهه النواب الداعمون للنظام إلى قسمين. وجاء البيان الرئاسي ليسكت الجدل الدائر داخل البرلمان بشأن الدعوة لتعديل المأموريات في الدستور، وليؤكد من خلاله الرئيس الموريتاني أنه ثابت على موقفه القاضي بعدم المساس بالمأموريات. فضل السلك المرابطون نواكشوط. يعتبر محللون سياسيون وإعلاميون أن تأكيد الرئيس احترام الدستور ودعوته لوقف المبادرات المطالبة بتعديله من شأنه لملمة شتات الأغلبية بعد أن تفرقت بين داع لتعديل الدستور ورافض لذلك. ويعتبر البعض أن البيان الصادر عن الرئاسة الموريتانية قطع الطريق أمام أي مبادرة لتعديل الدستور، خصوصا وأن البلاد تفصلها أشهر قليلة عن تنظيم انتخابات رئاسية. نتابع. وانقطع الجدل الدائر بين دعاة ومناوئي تعديل الدستور من الموالاة والمعارضة. الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز يعلن تصميمه على احترام دستور البلاد وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من الدستور، ويدعو إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة تلك المواد.
خطوة الرئيس الموريتاني ضد تعديل الدستور لإعادة ترشيحه، رأى فيها إعلاميون خطوة إيجابية تستوجب تثمين الطيف السياسي وتقطع الطريق أمام المبادرات. أعتقد بأن الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز قال اليوم الكلمة الفصل فيما يتعلق باحترامه للدستور الموريتاني ورفضه لمأمورية ثالثة، لذلك لم يعد هناك أي مسوغ لمواصلة المبادرات المطالبة بخلق خرق الدستور الموريتاني ومطالبة بمأمورية ثالثة. كل ما يجب الآن هو تثمين خطوة الرئيس محمد بن عبد العزيز. الخطوة لملمت شتات الأغلبية بعدما فرقتها المبادرات الداعية لمأمورية جديدة. تلك أبرز رسائل البيان الجديد للرئاسة الموريتانية، يقول صحفي موريتاني آخر. الموقف من المأمورية الثالثة من تعديل الدستور يتجاوز الانقسام التقليدي للأغلبية والمعارضة ليصل إلى صلب الأغلبية، فحجم الانقسام داخلها، حجم المعارضين لهذه المأمورية من النواب يتجاوز عدد نواب المعارضة ككل. البيان الرئاسي واضح جدا أنه شكل طمأنة لمن كانوا يتخوفون من تعديل هذه المواد المحصنة، لكنه شكل كذلك إنقاذا للأغلبية من انقسام يتجاوز ما وصلته إبانة أزمة الشيوخ. وتضمن بيان الرئيس عددا من النقاط كدعوته إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة، لكن نقطة المأمورية كانت الأهم من منظور المتابعين. وهكذا إذا أنقذ الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز الأغلبية الرئاسية من الانقسام، وأنقذ موريتانيا من الذهاب إلى المجهول في خطوة جديرة بالإشادة، يقول صحفيون موريتانيون. وكان برلمانيون قد أطلقوا مبادرة لتوقيع مقترح تعديل دستوري يلغي القيود الدستورية لترشح الرئيس، كما نظم أطر ووجهاء ولايات الداخل مبادرات للتمسك بالرئيس مرشحا للرئاسيات المقبلة رغم المنع الدستوري لذلك وتأكيد الرئيس على نيته عدم الترشح في أكثر من مناسبة. محمد أحمد الخوية، المرابطون، نواكشوط. هذا وكان ناشطون شباب قد احتجوا أمام مبنى الجمعية الوطنية رفضا للمساس بالدستور ومطالبة بضرورة احترامه. وأعلن الشباب الناشطون بحركة رفضهم لأي حراك برلماني من شأنه تعديل مواد الدستور من أجل فتح المأموريات. حركة رفض الشبابية رافضة رفض مطلق، وتدعو جميع الشباب الموريتاني وجميع الأحزاب السياسية وجميع المنظمات الشبابية وهيئات المجتمع المدني والحقوقيين رفض هذا الإجرام اللي يقود بعض النواب اللي ليسوا ممثلي الشعب وإنما مجرد ممثلي مصالحهم الشخصية لانقلاب على الدستور. نحن في حركة رفض الشبابية نظمنا من يوم أمس، نحن في سلسلة تظاهرات أمام البرلمان الموريتاني رفض لهذه المحاولات، محاولات تغيير الدستور الموريتاني، ونؤكد أننا رافضون هذه المبادرة، وإن شاء الله في الأيام المقبلة ستشهد إن شاء الله تعالى وقفات وتظاهرات جميع ولايات الوطن وجميع العاصمة إن شاء الله تعالى رفض لهذه المحاولات الإجرامية الغير قانونية والغير دستورية التي يقودها بعض أصحاب المصالح الشخصية ضد الشعب الموريتاني وضد الدولة الموريتانية وضد أمن البلد واستقرار. ومعنا في الاستوديو محمد علي والعبادي كاتب ومحلل سياسي، اهلا وسهلا. بدايه، ما ابرز الرسائل التي حملها بيان الرئاسه الموريتانيه؟ حمل هذا البيان عده رسائل. الرساله الاولى هو قطع الشك باليقين بان المواد المحصنه محترمه من طرف رئيس الجمهوريه والتاكيد على التصريحات السابقه. ثانيا، ايقاف النشاطات التي كانت تدعو للمأموريه باعتبار أنها نشاطات غير دستورية وبأنها لا تمثل رغبة لرئيس الجمهورية الذي تبرأ منها علنا في بيان حكومي. أعتقد بأن الرسالة الثالثة وهي الأهم هو الحرص على تكريس الديمقراطية. فنحن أول شيء لتكريس الديمقراطية هو الحفاظ على التناوب السلمي على السلطة، لأن هذا المبدأ عندما يغيب نهائيا فستبقى الديمقراطية عرجاء. أعتقد بأن إعلان الرئيس اليوم في هذا البيان كان إعلانا تاريخيا يجب أن يذمنه جميع الشعب الموريتاني بجميع أطيافه وبجميع فئاته السياسية، لأنه يعبر عن عبور البلاد إلى مرحلة جديدة
إلى نوع من الديمقراطية كنا نتوق إليه، وكنا نكرر دائما بأن التعديلات الدستورية ربما تشل الديمقراطية نهائيا. أعتقد أن هذا التصريح اليوم وهذا البيان اليوم شكل لحظة فارقة في تاريخ الديمقراطية. إلى أي حد كان هذا البيان متوقعا؟ وهل من شأنه فعلا توقيف الجدل الدائر بشأن تعديل الدستور؟ في جميع المقابلات التي قمنا بها مع 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 مع, مع المرابطون كان تحليلنا يركز على أن المأموريات أصبحت في خبر كان، وبأننا نؤمن إيمانا مطلقا بأن تصريحات الرئيس السابقة سيظل وفيا لها، وبأن هذه الأصوات هي أصوات نشاز تريد أن لا يكون الرئيس عظيما، لكنه أظهر الآن أنه يريد أن يسجل نفسه في تاريخ العظماء. لذلك فإنه حصل على ثقة جميع الموريتانيين وأصبح حامل للدستور الذي يعتبر هو حامله الأول. طيب، الموقف من تعديل الدستور انقسم إزاءه نواب الموالاة بين داع للتعديل ورافض له. هل من شأن هذا البيان أن يلملم هذا الانقسام الحاصل؟ هو سيلملم هذا الانقسام، نظرا إلى أن هذا الانقسام، لماذا الانقسام أولا؟ الانقسام جاء نتيجة أن النواب الذين دعوا إلى التعديلات الدستورية لم صر أو فهم بعض النواب الذين وقعوا بأن الأمر جاء من رئيس الجمهورية، لذلك أصبح هناك ضغط على الكثير منهم، وهناك بعض النواب الذين ظلوا متمسكين بتلك التصريحات، لذلك جاء هذا الانقسام. أولا نتيجة لأن الدعوة إلى هذه المأمورية لم تسبقها تنسيقات ولم تتم عن طريق دعوة جميع النواب وبعد ذلك إظهار هذا. ثانيا تعتبر تناقضا مع التصريحات السابقة التي صرح بها رئيس الجمهورية، لذلك فإن هذا الانقسام كان سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، إلى انقسام في الطبقة السياسية، انقسام في الموالاة، وانقسام الموالاة هو دائما سبب الأزمة. نحن نعرف بأن سبب الأزمة 2008 هو انقسام في الموالاة وليست المعارضة. الموالاة عندما تنقسم فإن تأثيرها يكون أقوى على الشأن السياسي المحلي. إذن هكذا هل سينصب التركيز أكثر على الترشيح للرئاسة وتطوى صفحة الجدل الموالي والمعارض بشأن المأمورية؟ أعتقد أن الطبقة السياسية الآن يجب أن تنظر إلى المستقبل وتترك الارتهان للحاضر، نظرا إلى أن الارتهان للحاضر سيشل العملية مباشرة. على المعارضة أن تتهيأ لخلق ضمانات للاستحقاق القادم الإعلان عن مرشحها أو المرشح الذي ستتبناه، والتهيئة لهذا الاستحقاق الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا 4 أشهر تقريبا على الأقل أو 3 أشهر. إذن أعتقد أن المرحلة الآن يجب أن تكون مرحلة للتهيئة لهذا الاستحقاق والعبور الآمن لمرحلة 2019، رئاسيات 2019 وتحديد الرئيس القادم بطريقة سلسة وفيها اتفاق. فنحن الآن قد أغلق الرئيس هذا الباب، باب الجدل، وعلينا الآن أن نترك للرئيس المجال للإشراف على العملية الانتخابية بطريقة نزيهة تمر بها البلاد إلى مرحلة جديدة. إذن كمراقبين، هل برأيك حسب النظام مرشحه للرئاسة، وهل لدى المعارضة أيضا ما تقدمه في السباق الرئاسي المرتقب؟ حتى الآن النظام لم يحسم مرشحه للرئاسة، وإن كان هناك الكثيرين يتصورون بأن المرشح القادم سيكون هو وزير الدفاع السيد محمد والغزواني، باعتبار أنه يملك كاريزما قوية، وباعتبار ونظرا إلى قربه من رئيس الجمهورية طيلة الفترات الماضية ودخوله معه في معركة واحدة وهي معركة الحكم. رغم أن هناك شائعات عن مرشحين آخرين، لكن المعارضة حتى الآن لا زالت تبحث عن المرشح التوافقي، ولا زالت تبحث عن المعايير التي ستحددها لإفراز ذلك المرشح. ننتظر
في المرحلة القادمة أن تسفر ستار عن جميع المرشحين. والمهم المهم حقيقة هو تجاوز هذه العقبة والتفرغ. نعم، الكاتب والمحلل السياسي محمد علي العبادي، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك. ناقشت شبكة الصحفيات الموريتانيات خلال ورشة نظمتها في نواكشوط نتائج المنتدى الثاني للصحفية الإفريقية المنظم أكتوبر الماضي بالمملكة المغربية حول موضوع الهجرة الإفريقية ومسؤولية الإعلام تجاه ذلك. وشارك في ورشة النقاش عدد من الصحفيين والصحفيات يمثلون عددا من الهيئات الصحفية في موريتانيا، وقد ناقشت محاور مختلفة حول الهجرة ودور وسائل الإعلام بخصوصها. تشهد ظاهرة الهجرة تفاقما كبيرا على المستوى العالمي وخاصة في قارتنا الإفريقية، حيث أفادت تقارير الأمم المتحدة أن عدد المهاجرين عبر العالم بلغ 258 مليون مهاجر اضطروا لترك أوطانهم بحثا عن حياة أفضل. وتعتبر الهجرة موضوعاً يحمل تحديات جسيمة تتطلب تضافر جهود مختلف الوسائل الإعلامية في العالم للعمل سوياً من أجل رفع التحدي لظاهرة عالمية لا يمكن التغافل عنها باعتبارها من التحديات المطروحة اليوم نظراً لتزايد عدد المهاجرين بوتيرة متسارعة. وعلى ذلك الأساس يمكننا نحن الإعلاميون أن نساهم عبر الصور التي نبثها والتقارير التي ننجزها والمقالات التي نحررها في إعطاء الصورة الحقيقية لهذه الظاهرة. قال الأمين العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع المجتمع المدني أحمد دولبا إن القارة الإفريقية تشهد هجرات سلبية نحو العالم الآخر يقتضي التصدي لها تفعيل دور الإعلام، ودعا لدى إشرافه على افتتاح أعمال ورشة لشبكة الصحفيات الموريتانيات، دعا الإعلاميات إلى مواكبة الشأن العام للبلدان الإفريقية التي قال إنها تشهد بعض التحديات. يشكل موضوع المنتدى الثاني للصحفيات الإفريقيات حجر الزاوية في وقتنا الحاضر، حيث تشهد قارتنا العتيقة هجرات سرية متتالية نحو العالم الآخر، وهي مناسبة للبحث فضلاً عن كونها فرصاً للبحث عن مواطن للشغل ووسيلة للتعريف بمقدرات القارة الاقتصادية والبشرية. وفي هذا السياق يجب على كل الإعلاميات باعتبارهن أمهات مثقفات ومربيات أجيال أن تواكبن الشأن العام لبلداننا التي تعرف في الوقت الراهن وثبة غير مسبوقة من طرف أعدائها في الداخل والخارج لإشعال فتيل الفتنة وبث روح الكراهية والتمييز بين مكونات شعوبها. وأغتنم هذه السانحة لأهيب بجميع المشاركات للتصدي لمثل هذه العقليات البائدة. ونحن في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان نعبر عن استعدادنا الدائم لتقديم كل ما من شأنه ترقية الإعلام في بلادنا. إقليمياً، برأت محكمة الجنايات الدولية رئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو وأمرت بالإفراج الفوري عنه، وذلك بعد فترة اعتقال استمرت منذ عام 2011. كما أفرجت عن الرئيس السابق لحركة الشباب الوطنيين الموالية له شارل بلي غوديه، وتوجه للوران غباغبو تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال انتخابات 2010 الرئاسية. وتأتي تبرئته والدعوة للإفراج عنه أشهرا بعد الإفراج عن زوجته سيمون غباغبو التي كانت تحاكم في ساحل العاج على خلفية ذات التهم. رفض المجلس الدستوري السنغالي ترشح كل من كريم المقيم بالمنفى والخليفة صال المعتقل منذ أزيد من سنة، وبرر ذلك بكونهما مدانين بالسجن. وأجاز المجلس ترشح 5 آخرين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 فبراير القادم، ومن بين هؤلاء رئيس منتهي الولاية ماكي صال. التفاصيل في هذا التقرير.
المجلس الدستوري السنغالي يرفض ملفي ترشح كريم واد الوزير السابق ونجل الرئيس السابق للسنغال عبد الايواد وهو مقيم بقطر والخليفة سال العمدة السابق لمدينة دكار المعتقل منذ أزيد من عام. وبرر المجلس رفض ملفي ترشيح كريم واد والخليفة سال المترشحين للانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها في 24 فبراير القادم، برر ذلك بإدانتهما بالسجن بتهمة الثراء غير المشروع واختلاس أموال عمومية. وبالمقابل قبل المجلس الدستوري ملفات 5 مترشحين آخرين بينهم الرئيس منتهي الولاية ماكي سال، وينتظر أن يعلن عن القائمة النهائية للمترشحين في أجل أقصاه الأحد القادم. أما كريم واد والخليفة سال فسيكون أمامهما أجل 48 ساعة للطعن في رفض ملفي ترشحهما قبل الإعلان عن القائمة النهائية. وكان كريم واد قد أدين بالسجن 6 سنوات حيث يتهم بالثراء غير المشروع، كما غرم بمبلغ 178 مليون يورو وهو المبلغ الذي لم يدفعه، كما لم يكمل محكوميته حيث أصدر الرئيس ماكي سال قرارا بالعفو عنه. أما الخليفة سال فيقبع في السجن منذ مارس 2017 وقد أدين بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة مالية تصل 5 ملايين فرنك إفريقي، وهو متهم باختلاس أموال من صندوق مدينة دكار التي انتخب عمدة لها لمرتين متتاليتين. وقد انتخب الخليفة سال من داخل السجن نائبا في البرلمان قبل أن ترفع عنه الحصانة البرلمانية لاحقا، كما جرد من منصبه عمدة لدكار وانتخب نائبه سهام الورديني عمدة للمدينة. كما يعتبر الخليفة سال وكريم واد من أبرز معارضي نظام ماكي سال، ويرى أنصارهما أن رفض ترشحهما له أبعاد سياسية. إلى الشأن الفلسطيني، حيث دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك انتصارا للمرابطين على أبوابه، وذلك على إثر حادثة حصاره الاثنين من طرف مستوطنين وعناصر من سلطات الاحتلال. وأشادت حماس في بيان صادر عنها بموقف حراس المسجد الأقصى وتصديهم لاستفزاز شرطة الاحتلال الإسرائيلي. متابع. مثنية على حميد سعي حراسه الذين تنادوا مصبحين ألا يدخلن قبة الصخرة عليهم معتمر القلنسوة التلمودية، أبرقت حركة المقاومة الإسلامية حماس برسالة تحية إلى حراس المسجد الأقصى شاكرة لهم موقف التصدي لاستفزاز شرطة الاحتلال، وملتمسة من أهالي القدس وكل من استطاع سبيلا إلى المسجد الأقصى أن يشد الرحال إليه انتصارا للمرابطين على أبوابه بين يدي حادثة حصار المصلين والعاملين في المسجد في محيط قبة الصخرة المشرفة. حادثة هب على إثرها الأهالي المقدسيون من شوارع وأحياء البلدة القديمة وفجاجها في مسيرة شعبية تقدمها الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، مولين وجوههم شطر فناء قبة الصخرة لفك الحصار عن المرابطين وحراس الأقصى الذين أغلقت عليهم قوات الاحتلال أبواب المسجد عازلة سدنة الصخرة المشرفة وحراسها ومانعة المصلين من أداء صلاة الظهر في صلى المرواني، خافضة بالتزامن جناح تسهيلها لشرادم المستوطنين لاقتحام محيط قبة الصخرة المشرفة تحت حماية عناصرها المسلحة. وحصار استفزازي استقدمت سلطات الاحتلال بين يدي إحكامه تعزيزات عسكرية ومفارز شرطية من عناصر الوحدات الخاصة قذفت بها من ناحية باب المغاربة لمنع جموع المصلين من الوصول إلى محيط قبة الصخرة. استفزاز ابتزازي واقتحام انتهاكي بدا تغطية بين يدي إجراء قمعي دشن بإعلان حالة استنفار استدعت بموجبها شرطة الاحتلال عناصر من وحدات القوات الخاصة المكلبة التي نكلت بجموع الأهالي المقدسيين وغلظت وقاحة اعتدائها بضرب مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني الذي نقلته طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى المقاصد في مدينة القدس المحتلة. ولم تضع الهبة الأهلية المقدسية أوزار كفاح يومها الميداني حتى كنست خيلاء الجبروت الصهيوني وغسلت كسرة منع صلاة الظهر في باحة قبة الصخرة المشرفة ببشاشة أداء العصر على صعيدها الطاهر جماعة.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يجدد إعلانه احترام الدستور ورفضه تعديل مواد المأموريات ويدعو لوقف المبادرات المطالبة بمراجعته. ملتقى في العاصمة نواكشوط لعرض نتائج المنتدى الثاني للصحفية الإفريقية المنظم شهر أكتوبر الماضي بالمملكة المغربية. محكمة الجنايات الدولية بيلاهاي تبرر الرئيس السابق لساحل العاج لورانغ بابو وتدعو للإفراج الفوري عنه. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله. السلام عليكم.